القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. الجدل الذي طال حول نظام الثانوية العامة الجديد بأن يمتد على مدار عامين حسم أخيرا، لكنه فتح مجالا لنقاشات موسعة حول طبيعة النظام والإصلاح الذي يمكن أن يدخله على النظام التعليمي. الدكتور بصر الصالح الذي كان قدم مقترح نظام الثانوية العامة ضمن رسالته لنيل درجة الدكتوراه قال إن النظام سبيل لتحسين نوعية التعليم ورفع جودة المخرجات التعليمية. وظيفة الوزارة ووظيفة النظام التعليمي الفلسطيني أن يوفر البدائل الملائمة كي يصل لهذا الامتحان كل من يرغب في التوجه للتعليم العالي بشكل أساسي والتوجه للجامعات. هناك طلبة كثر لديهم قدرات وإمكانيات مختلفة يجب اكتشافها وأيضا توظيفها وترقيتها من أجل أن الذهاب إلى مجالات أخرى غير المجال الأكاديمي. في وزارة التربية والتعليم تعمل لجنة على تهيئة الواقع التعليمي خلال العام المقبل وتجهيزه للتعامل مع متطلبات نظام التوجيه الجديد. الصورة النهائية للنظام لم تتبلور بعد، لكن القضية الأساسية هي العمل على دمج منهاج الحادي عشر والثاني عشر ومزجه مع المنهاج الجامعي لمنع التكرار. هي عملية دمج لمنهاج 11 و12 مع المناهج الفلسطينية ومع الجامعات، بمعنى لا يجوز أنه نكرر حالنا وأنفسنا في صف الثاني عشر أو بصف الحادي عشر مع الجامعة. شيء بتدرس بصف بسنة أولى 101، ليش أنت قاعد بتدرس فيه 12؟ شو الحكمة؟ نفس الشيء كمان، في شيء بده يترحل لصف عاشر، في شيء بده يترحل للجامعات. وفيما ترى الوزارة أن النظام يأتي ضمن سلسلة إصلاحات تشمل القطاع التعليمي من الصفوف الأولى، غير أن هناك من يطرح العديد من الاستفسارات حول جهوزية بنية المدارس وأهليتها، وأن هناك الكثير من التفاصيل تنخرط في الأمر. هل قدرة المعلم على إدارة أيضاً هاي التجارب وهذا التطبيق العملي أيضاً قوية، خاصة أنه في دراسات حول موضوع مثلاً المختبرات، في عنا عدد مختبرات ولكن لا مساحته كافية، ولا أيضاً المعلمين مؤهلين لإجراء التجارب أو بعض المعلمين عشان ما نكونش بنعمم. ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق خلال العام الدراسي 2013-2014 بعد تقدير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللوجستية. رغم أن هناك من يقول بأن نظام التوجيه الجديد لم يأخذ الوقت اللازم لدراسته وإقراره وأنه ربما يزيد الأعباء على الطلبة والمعلمين، غير أن الوزارة تقول بأن هذا النظام يعد استحقاقا اجتماعيا قبل أن يكون متطلبا تربويا وتعليميا. من رام الله إسر البرغوثي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.